صباح وحنا امام جماعه الدار البيضاء لان كنا بغينا عمده مدينه الدار البيضاء وسيد النائب ديال العمده المكلفه بالقطاع الاجتماعي وفهم انا بالوعد ديالهم لانهم وعدونا بانهم يعطوا مركز للجمعيه الطموح. اليوم الحمد لله من بعد النضال ديالنا ومن بعد الوقفه ديالنا كان سمع الصوت ديالنا وتفتح معنا حوار واليوم النائبه ديال العمده كتفتح معنا حوار السيده مريم ولهان المكلفه بالقطاع الاجتماعي فتحت معنا حوار ووعدتنا هي ومديرة المصالح ديال السيدة الرئيسة نبيلة رميلي أنهم غادي تلقى لنا حل في ظرف 15 يوم وأن تدك دار الشباب غادي يلقاو لنا حل كيفاش تبقى محلولة على الأقل نهار في الأسبوع. هاد الناس ما يبقاوش في الشارع حنا اللي كنبقى فينا لأن دار الشباب غادي تكون عطلة ما غاديش نلقاو حتى مركز فين نجلسوا ما لقاوش حتى مكان فين نوقفوا. قال لنا دار الشباب غادي تبقى مفتوحة لكم كل أسبوع ريتما يعني من هنا ل 15 يوم غادي دار لنا حل وغادي تعطينا مركز. هذه شي حاجه زوينه بزاف. سلام عليكم. هذا هو عيدنا الله ينسى سيدنا. هذا هو عيدنا الله ينسى سيدنا. هذا هو عيدنا الله ينسى سيدنا. وكاينه عيدنا الله ينسى سيدنا. والبشاره هي البشاره الثانيه هي ان داك الدعم اللي تعطى للادويه اللي عطى جماعه الدار البيضاء فيه 4 مليون ديال الدرهم والجهه 3 مليون درهم دابا غادي تفعل الاتفاقيه والسيده نائبه العمده يعني عطاتنا وعد بانها تخرج واحد لا كوميسيون باش تفعل هذه الاتفاقيه والدواء غادي يوصل لمراكز العلاج لان لا يعقل انا 4 شهور الدواء منقطع على مراكز العلاج لولا الرعايه الساميه لهاد المرضى لولا الرعايه ديال صاحب الجلاله اللي عطاهم الدواء ووقف على الراديوات ديالهم والسكانيرات ديالهم وكل صغيره وكبيره على مرضى سرطان. هو راعينا هو حامينا هو اللي وقف علينا واليوم بغينا هذه المؤسسات تلعب الادوار ديالها اليوم ما كنطلبوش هذا حقنا كمرضى سرطان. مرضى سرطان خص يكون عندهم الان مركز في جامعه الدار البيضاء. لا يعقل ان مدينه بهذا الحجم هذا المدينه الاقتصاديه الاولى في المغرب المدينه الكبرى المراكز فيها فين ما مشيتي كتلقى مركز جوج كل زنقه وفي كل درب والمراكز غير مسدودين. علاش ما يتعطاوش لهذ الفئه الاجتماعيه المقهوره اللي هما مرضى سرطان؟ علاش ما يتحسبوش هذوك كفئات اجتماعيه مقهوره؟ مع العلم ان الناس اللي عندهم المرضى العقليين داروا لهم مراكز، المرضى النفسيين داروا لهم مراكز، المعاقين مراكز، المستشردين مراكز، المسنين مراكز، ومرضى السرطان زيرو مركز في مدينة الدار البيضاء. اليوم هذا وعد وكما قالت السيدة نائبة العمدة وقالتها أكثر من مرة اليوم أكدتها وقالتها قدام مديرة المصالح وقدام المسؤولين اللي معها أن السيدة العمدة غادي توفي بالوعد ديالها والسيدة المكلفة بالقطاع الاجتماعي المفوض لها القطاع الاجتماعي السيدة مريم ولهان غادي يوفوا بالوعد ديالهم وغادي ياخذوا مرضى السرطان مركز ليهم في جمعية الطموح لمساندة مرضى السرطان وغادي تفعل الاتفاقية.